تأتي زيارة الطلاب هذه ضمن برنامج الزيارات والاستضافات التي تعمل عليه إدارة العلاقات والإعلام والاتصال، وهي ضمن برامج الخطة الاستراتيجية من خلال استضافة الطلاب وتعريفهم عن الخدمات وعن الاختبارات المقدمة. أخذت فكرة عن الاختبار قياس وصيغة الأسئلة، وأيضا طلعنا على آلية التصحيح. زيارة المركز قياس أفادتني بأن أعرف معلومة عن اختبار القدرات واختبار التحصيلي، ما المواقع التي تساعدنا على الاختبار. أستعد لاختبار قياس بدخول موقع التاهية والتدريب اللي أنشأت القياس، وأيضا أدخل دورات تدريبية في مدارس الرياض. حقيقة نشكر مركز قياس على إتاحة هذه الفرصة في الزيارة للمركز. استفاد الطلاب حقيقة كثيرا من هذه الزيارة، تعلم الطلاب كيفية إعداد الأسئلة وكيفية طرحها وكيفية الإجابة أيضا الصحيحة عليها.